السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على رسول الله وأشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، إذا الأهداف: أولا حساب المسافة على التصميم أو الخريطة، بداية المسافة الحقيقية والسلم بطبيعة الحال أو العكس. الهدف الثاني حساب المسافة الحقيقية بمعرفة المسافة على التصميم، رسم تصميم لشكل بسيط باعتماد السلم. إذا سنتعرف على هذه الأهداف وكيف نصل إلى أو لمعرفة هذا الدرس ولتحليله، لابد من إدراج نشاط لهذا الدرس. النشاط الأول: مثل مهندس معماري بقعة أرضية مستطيلة الشكل، طولها الحقيقي 18 متر وعرضها 6 أمتار، بمستطيل طوله 6 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر. إذا قطعة أرضية الطول ديالها الحقيقي 8 أمتار والعرض ديالها 6 أمتار. إذا لرسمها في دفتر أو لرسمها في واحد ورقة، إذا ماذا علينا أن نرسم؟ هل يمكن رسمها ب 18 مترا و 6 أمتار؟ إذا لابد من استعمال واحد سلم. إذا السؤال: ما هو السلم الذي مثل به المهندس هذه القطعة الأرضية؟ إذا القطعة الأرضية اللي الطول ديالها 18 متر وعرضها 6 سنتيمترات، مثلها بمستطيل طوله 6 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر. إذا ما هو السلم الذي اعتمد عليه هذا المهندس؟ إذا أولا لاحظ القطعة الأرضية تمثيلها، إذا مثلها بهذه القطعة الأرضية الحمراء. إذا باعتبار أن طول هذا المربع 1 سنتيمتر، هنا 1 سنتيمتر، إذا 1 2 3 4 5 6 والعرض 3 سنتيمترات. إذا لدينا هنا 18 متر اللي كتساوي 1800 سنتيمتر الطول الحقيقي، هذا الطول الحقيقي ديال القطعة الأرضية. مش مثلناها، كم مثلناها؟ مثلناها ب 6 سنتيمترات. إذا مثلناها ب 6 سنتيمترات، إذا هنا 18 متر أو 1800 سنتيمتر الحقيقة مثلناها ب 6 سنتيمترات على التصميم أو على ورقة أو على دفتر أو، إذا مثلناها ب 6 سنتيمترات. إذا في نظركم ماذا يمثل واحد؟ إذا هاد 18 سنتيمتر هي في الحقيقة 1800 سنتيمتر، هي في الحقيقة وسنتيمتر على التصميم يعني مصغر. إذا 1800 سنتيمتر هي في الحقيقة ديال 1800 و 6 سنتيمتر على التصميم. إذا لاحظ ماذا يمثل 1 سنتيمتر في نظركم؟ ماذا يمثل 1 سنتيمتر؟ الطول الحقيقي اللي يمثله 1 سنتيمتر، الطول الحقيقي يمثل بعد يمثل 1 سنتيمتر في الحقيقة. إذا 1 سنتيمتر على التصميم، هذا 1 سنتيمتر ماذا تمثل في الحقيقة؟ إذا ماذا تمثل؟ هنا السؤال مطروح. إذا السؤال: ما هو الطول الحقيقي الذي يمثل 1 سنتيمتر؟ إذا في الحقيقة شحال كتمثلنا 1 سنتيمتر؟ هذا 1 سنتيمتر على التصميم، شحال كتمثلنا في الحقيقة؟ إذا باستعمال التناسبية، أنا قلنا هنا استعمال التناسبية. إذا 1800 سنتيمتر 6 سنتيمتر، 1 سنتيمتر تعطينا، إذا هنا استعمال الرابع المتناسب أو جداء الطرفين جداء الوسطين، استعمال الرابع المتناسب هنا 1800 في 1 مقسومة على 6. إذا 1800 في 1 مقسومة على 6 تعطينا 300 سنتيمتر، 300 سنتيمتر. إذا هنا لاحظ 300 سنتيمتر. إذا 1 سنتيمتر على التصميم كيمثلنا في الحقيقة، في حقيقة الواقع هو 300 سنتيمتر، 300 سنتيمتر. إذا 1 سنتيمتر يمثل 300 سنتيمتر في الحقيقة. إذا لاحظ معي، إذا
واحد سنتيمتر يمثل 300 سنتيمتر. السلم الذي اعتمده المهندس هو 1/300. إذا السلم دائما يكتب بواحد على. إذا مقامه أو بسطه دائما واحد، ومقامه إما 500 أو 300 أو 100,000 أو 600,000، لكن تكون بالسنتيمتر. إذا 1/300. إذا هذا السلم، ماذا يمثل واحد وما تمثل 300؟ إذا واحد تمثل ماذا تمثل؟ إذا واحد يمثل المسافة على التصميم. وماذا تمثل 300 في نظركم؟ 300 تمثل المسافة، نعم المسافة الحقيقية. إذا هو السلم هو المسافة على التصميم، المسافة على التصميم على المسافة الحقيقية، هذا هو السلم. إذا السلم نستنتج أن السلم هو المسافة على التصميم على المسافة الحقيقية، ومنه السلم يساوي المسافة على التصميم على المسافة الحقيقية. من هذه القاعدة يمكن استنتاج حساب المسافة على التصميم أو حساب المسافة الحقيقية، أو إذا رسم التصميم. إذا من هذه القاعدة التي استنتجناها السلم يساوي المسافة على التصميم على المسافة الحقيقية، هو السلم دائما مقامه غالبا واحد، بسطه واحد، غالبا بسطه واحد. إذا السلم هو هذا، إذا السلم هو المسافة على التصميم المسافة الحقيقية أو المسافة المصغرة على المسافة الحقيقية. إذا ما هي المسافة على التصميم؟ المسافة على التصميم تساوي السلم في المسافة الحقيقية. من هذه القاعدة يمكن استنتاج المسافة على التصميم، هنا القسمة تصبح ضرب. إذا السلم في المسافة الحقيقية، إذا ما هي المسافة الحقيقية؟ هنا الضرب يصبح قسمة. إذا المسافة الحقيقية تساوي المسافة على التصميم على السلم. هذه القواعد الخاصة بالسلم، ويمكننا استعمال دائما الجدول، دائما أقول استعمال جدول، جدول تناسبية. إذا نشوف واحد التطبيق، وضع خياط تصميم معطف بسلم 1/20 حيث بلغ طوله على التصميم 7.7 سنتيمتر. إذا احسب الطول الحقيقي للمعطف بالمتر. إذا واحد الخياط شد لنا واحد المعطف ومدلو 7.7، الطول ديالو 7.7 سنتيمتر، واحد السلم 1/20. إذا شنو هو الطول الحقيقي للمعطف بالمتر؟ شحال كان كم طوله المعطف أو الطول الحقيقي للمعطف؟ إذا لاحظ، نعلم أن المسافة الحقيقية ما تساوي؟ المسافة الحقيقية تساوي المسافة على التصميم على السلم. قد لاحظنا هذه القاعدة، سنطبق هذه القاعدة. إذا 7.7 مقسومة 20 تساوي 7.7 تساوي 154 تساوي 1.54 متر. إذا سأشرح هذه. إذا المسافة الحقيقية تساوي المسافة التصميم، إذا المسافة التصميم هي 7.7، 7.7 على التصميم. شنو هو السلم؟ مقسومة على السلم، إذا قسمة السلم 21، القسمة تصبح ضرب مقلوب العدد. إذا 21 هي 20 على 1 هي 20. إذا 7.7 في 20 تساوي 154 سنتيمتر، لأن المقام هنا بالسنتيمتر. إذا سأحولها إلى المتر وتعطي 1.54 متر. هذا تطبيق تمرين تطبيقي لفهم أو كيفية استعمال هذه القواعد. إذا أتمنى أن تكونوا قد فهمتوا الدرس، وشكرا على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء، ورمضان مبارك سعيد.